أحداث كثيرة شهدها عام 2022 لم تختلف عن السنوات الإحدى عشر السابقة، فالموت بات اعتيادياً بالنسبة للسوريين. في الدقائق الأولى منه كانت روسيا تمارس طقوسها الإرهابية فوق أجساد السوريين. غارات قاتلة على ريف إدلب حولت ليلى الأبرياء لموت خطف أرواحهم في نفس الوقت الذي كان العالم يحتفل برأس السنة. الهجمات لم تكن صدفة، كانت رسالة روسية بأن إرهابها سيستمر. يا عم اشي تركي ما اشتقي اطلع بس اطلع إلى الله. الطيارون العسكريون المشاركون في عملية مكافحة الإرهاب في سوريا. تواصلت الهجمات التي يشنها نظام الأسد وروسيا طوال العام، عشرات الغارات الجوية ومئات الهجمات المدفعية والصاروخية على شمال غربي سوريا. الله أكبر، الله أكبر. مئات المدنيين كانوا ضحايا لتلك الهجمات، بينهم أطفال وطلاب مدارس ومهجرون في المخيمات وعمال ومزارعون. تلك الهجمات استهدفت منازل المدنيين والمرافق الخدمية والمنشآت الحيوية. كانت حرباً تطارد السوريين في لقمة عيشهم وتهدف لفرض حالة من عدم الاستقرار وتدميراً للبنية التحتية وعوامل الإنتاج. المزارعون أيضاً كانوا هدفاً لتلك الهجمات، سواء باستهداف محاصيلهم خلال موسم الحصاد أو بتكثيف الهجمات خلال موسم جني المحاصيل لحرمانهم منها وزيادة معاناتهم. المخيمات الملاذ الأخير للمهجرين قسراً تعرضت لهجمات من قبل نظام الأسد وروسيا بالقنابل العنقودية المحرمة دولياً وبالقصف المدفعي. على أعتاب عام جديد يقف السوريون آملين أن يحمل في طياته نهاية مأساتهم، لتكون أمنياتهم بتوقف القصف وعودتهم إلى منازلهم التي هجروا منها الشيء الوحيد الذي يحملونه من عام لآخر دون أن يتحقق. ولكن على ما يبدو فإن العام الجديد لن يحمل إلا مزيداً من القتل والإرهاب من قبل قوات الأسد وروسيا، ومزيداً من الصمت الدولي على تلك الجرائم.